Good morning. بدنا نحل النمبر 1 بيج 63. عم بقلب النمبر 1 calculate the following divisions. عندنا هول divisions وبدنا نعمل لهم calculation. حنبلش بأول division. هول divisions رح نكتبهم على الدفتر على algebra part. عندي أول وحدة هي 189 divided by 9. أول شيء منروح على منشوف شو partial dividend بدنا ناخده. partial dividend بده يكون أكبر من الديفايزر اللي عندي إياه. عندي أول شيء إذا أخذنا 1 ال1 اصغر من ال9 ما بيمشي الحال، فانا بدي اخذ 18. بناخذ 18. هلا بدي افكر بشو بدي اضرب ال9 لتعطيني 18. عندي 2 times 9 equal to 18. وبنعمل subtraction. 8 minus 8 equal to 0. 1 minus 1 equal to 0. بننزل 9. هلا بشو بدي اضرب ال9 لتعطيني 9؟ عندي 1. 1 times 9 equal to 9. نعمل subtraction. 9 minus 9 equal to 0. هون هيك بكون خلصت هاي الديفيجن. عندي الكوشن طلع 21 وعندي الريماندر طلع 0. هلا بدنا نحل تاني ديفيجن. 336 divided by 7. عندنا الديفايدند هو 336 وعندنا divisor 7. نبلش كمان بدي اشوف شو البارشل dividend بدي اخده. عندي هون 3 اصغر من 7. 33 باخذ 33 اكبر من 7. بشو بضرب ال7 لتعطيني 33؟ طيب انا ما عندي نمبر بضربه ب7 وبيعطيني 33. ما نتذكر شغله انه نحن بنضرب من عند الزيرو لعند ال 9. أصغر شيء نضرب بزيرو، أكبر شيء بناين واللي بيناتهم. طيب عندي 7 times 5 equal to 35. 7 times 4 equal to 28. 33 تطلع بين 28 وبين 35 بجدول الضرب تاع 7. طبعا نروح منفتش. أنا مين بدي أخذ هون؟ بأخذ الأصغر منها اللي هي 28. هي عبارة عن 7 times 4. 7 موجودة عندي يا هون، يعني أنا بدي أضرب ب 4. 4 times 7 equal to 28 وبعمل subtraction. 3 minus 8 ما بيمشي الحال، بستير بصير عندي 13 minus 8. 13 minus 8 equal to 5. 2 minus 2 equal to 0. بنزل 6. طيب هلا بروح بدي روح فتش بالتابل اوف مالتيبليكيشن لل7 لحتى لاقي 56. اذا ما لقيتها بنشتغل مثل ما اشتغلنا من شوي. بس انا عندي 8 times 7 equal 56. بحط 8 times 7 وبحط ال56 تحت ال56، بعمل سبتراكشن بيطلع عندي 0. ما عادش في عندي ولا ديجيت بالديفايدند لحتى نزله. هيك بكون خلصت الديفيجن. الكوشن طلع 48 والريميندر 0. هلا بدنا نكفي ب ثيرد 1. عندي ياها 246 divided by 23. 246 divided by 23. كمان من أنا أخذ partial dividend. عندنا 2 أصغر من 23. بما أنه الديفايزر عندي هي 2 digits، فأني at least بدي أخذ 2 digits. إذا أخذنا 2 digits اللي هي 24 أكبر من 23 بيمشي حالة. هلأ كيف بعرف شو بدي أضرب؟ خبي هون 3 اللي هي الوانس، بدي أدرك على طول آخر digit موجود أو أول digit from left موجود بالديفايزر لحاله. اول ديجيت فروم ليفت هاي تمام، مخبي كل شيء قدامه اللي هي ال3. شوف شو خبيت. انا خبيت هون وانس، فبروح على البارشل ديفايدنت اللي عندي اللي هو 24 كمان بخبي وانس. صار في عندي 2 في مقابلها 2. افكر بشو بدي اضرب ال2 الموجوده هون لحتى تعطيني 2.
ما عندي إلا 1. 1 times 2 equal to 2. فبجرب أضرب 23 ب 1. 23 times 1 يعطيني 23. 23 أصغر من 24 بيمشي حالة. قلنا هون بده يكون الانسر يا قد البارشل ديفايدنت يا اصغر منه دغري. انا هون ضربت بي 1، بعمل هلا سبتراكشن. 4 ماينس 3 ايكوال تو 1، 2 ماينس 2 ايكوال تو 0، بنزل 6. طيب هلا عند البارشل ديفايدنت هو 16 اصغر من 23. قلنا بس يكون في عندنا البارشل ديفايدنت بتاني خطوه مش باول خطوه، بتاني خطوه أصغر من الديفايزور، فدغري بنضرب بزيرو، لأنه أنا إذا ضربت ب1 راح تطلع 23 أكبر منها، فبضرب بزيرو. 0 times 23 equal to 16، بعمل subtraction equal to 0. 6 minus 0 equal to 6، وبيطلع عندي remainder 16. بيطلع هون quotient 10 والremainder بيطلع 16. هلأ عنا آخر division اللي هي 3,378 divided by 33. 3,378 divided by 33. اوكي، هلا بنشوف شو هو البارشل ديفايدنت بدنا بناخده. ات ليست لانه ديفايزر هو مؤلف من 2 ديجيتس، يعني ات ليست بدنا ناخذ 2 ديجيتس من البارشل ديفايدنت. اذا اخذت اول 2 ديجيتس اللي هن فروم ليفت اللي هن 33 قد بيمشي الحال. بشو بدي اضرب بال 33 لتعطيني 33؟ هون واضحه ب 1، بنحط 33 وبنعمل سبتراكشن. 3 ماينس 0 0، 3 ماينس 0 0، بنزل 7. هون ما بقدر نزل دغري ال 8 مثل ما كنا شارحين، لا بدي شوف بشو بدي اضرب ال 33 رح تعطيني 7. ب 1 ما بيمشي الحال، بتطلع اكبر، ب 0 بتطلع اصغر منها. بنحط 0 بنعمل سبتراكشن. 7 ماينس 0 ايكوال تو 7. هلا صار فيني نزل ال 8، يعني انا ما فيني نزل دغري ديجيت من الديفايدنت بدون ما اعمل اوبريشن على الديجيت اللي قبله. اوكي هلا عندي صار في عندي 78، صار يمشي الحال. 7 ل 8 اكبر من ال 33، بخبي هون بترك اول ديجيت فروم ليفت لحاله بالديفايزر، يعني بدي اخبي ال 3، يعني انا خبيت وانس، خبيت وانس بالديفايزر، بدي اخبي وانس بالديفايدنج. 3 صار في مقابلها 7، لاضرب ال 3 بشيء يعطيني 7 ما في، بس في عندي الاصغر منه دغري 6 اللي هي 3 تايمز 2، فبجرب اضرب ال 33 ب 2 على جنب. هون عم نفتش على الديجيت اللي بدنا نجرب نضرب فيه لها حتى يطلع عندي مالتيبل مناسب. بجرب اضرب ب 2، 2 تايمز 3 ايكوال 6، 2 تايمز 3 ايكوال 6، 66 بيمشي الحال. فانا بدي اضرب هون ب 2 بيطلع عندي 66، بعمل سبتراكشن. 8 ماينس 6 ايكوال 2، 7 ماينس 6 ايكوال 1. ما بقى في عندي ولا ديجيت موجود بالديفايدد لنزله. هاي بكون خلصت الديفيجن، بيطلع عندي الكوشن 102 والريماندر 12.